يهدر مهاجم الدوال هذا الكم الهائل من هذه الفرص في هذا الشوط الثاني. الكرة الأخيرة تقريبا ثلاثة لاعبين أمام معز بن شريفية وحارس الترجي متعلق مرة أخرى. هذه الكرة بن والناس إلى حازم الحاج حسن الحاج، كرة في اتجاه كريم العواضي، التوزيع مليمترية ما فيهاش أوفسايد. بوخطاس للحناشي ومعز يتعلق بمساندة مع فوسي نيكوليبالي. مباراة هجوم في الدفاع في الشوط الثاني، بوخطاس حناشي بن شريفية كوليبالي، هكذا انتهت العملية ومرت الكرة الأخيرة السلامات على دفاع الترج. لدوال قدم مباراة محترمة جدا، مباراة محترمة جدا 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 أمام الترج، رغم الغيابات ورغم النقص العددي ورغم يعني التغيير على الرسم التكتيكي، إلا أن لومار نجح اليوم أمام الترجي في فرض الهيمنة وفي فرض السيطرة. لكن الترجي صمود كبير دفاعيا، خاصة الفضل كل الفضل يعود لمعز بن شريفية نمبر وان. يأتي دخول محمد الحاج محمود، هذا الشاب من مركز تكوين الشبان مكان مالك بعايو، بعد تقديم عطا غزير بعايو في وسط الميدان. محمد الحاج محمود كرة من ركنية للنجم عواضي، كرة ركلت مرمى تاوز الترج. 88 دقيقة، دقيقتان مشاهدين الكرام على نهاية التسعين، والنتيجة دائما صفر مقابل صفر، متعادلة نتيجة البداية. كرة من معز بن شريفية بطل المباراة أمام النجم الساحلي، ترجع الكرة لكريم العواضي، عواضي محمد المثناني، مثناني ترجي يعاني في هذه اللحظات الأخيرة. كرة من بوغتاس، حناشي على اليمين، مير الحناش يرفع الكرة، حناش وكوليبالي، كرة تعود مرة أخرى لسعد بقير، بقير كرة طويلة لأنيس البدري، بدري بدري لمسة محاولة من أيثم الجويني للبدري، والكرة لمكرم لبديري، لبديري كرة للنجم الرياضي الساحلي. كيف ستكون هذه المباراة في خاتمة هذا الحوار؟ بكرة من محمد الحاج محمود لمحمد المثناني، مثناني عواضي، عواضي لمساكني، لمساكني نجم لا يقدر يعني إلى حد الآن على فك شفر الدفاع الترجي دفاعيا. كرة أخرى من ماهر الحناش، رغم الكم الهائل من الفرص السانحة للتهديف وما زال الترجي يدافع والنجم يهاجم. بكرة ملعوبة تغطية من إيهاب المباركي، المباركي يخرجها في وسط الميدان، تبقى دائما للإدوال. كرة مرفوعة طويلة من بن عزيزة، بن عزيزة مرتضى بن الناس مع السامح الدربالي، دربالي ليانيس البدري، البدري البدري والمتابعة من حازم الحاج حسن. فرانك كام ذواتي طويلة إلى صدام بن عزيزة مع هيثم الجويني، الجويني والكرة تعود للنجم الرياضي الساحلي. مباراة كبيرة ونتيجتها أكيد يعني هامة جدا لبقية المشوار وتواصل التشويق في بطولة الدوري التونسي. ذكر النادي الرياضي صفاقسي أنهى مباراته مع نادي حمام أنف بالتعادل صفر مقابل صفر، 44 نقطة للسي اس اس، حاليا 44 لطوال، 53 للترجي. 4 دقائق وقت بديل، كرة لمرتضى بن والناس في اتجاه محمد المثناني، مثناني وكرة ركلة مرمى للترج، ضربة 5 أمتار و50 للترجي في الوقت البديل. يحاول الترجي يسير المباراة تكتيكيا في آخر الدقائق، الترجي يحاول أن يتفادى الهزيمة في المباراة رقم 25 سنة 2019، والليتوال للمباراة الخامسة على التوالي. ترجع الكرة مرة أخرى لصدام بن عزيزة في وسط الميدان،
نهاية مثيرة، نهاية مشوقة، نهاية حماسية إلى زياد بوغتاس. بوغتاس صعبة تكهن إلى حد الآن، المباراة في ختامها. الإتوال بهذا الضغط، الترجي بهذا الدفاع إلى حد الآن، الامتياز الإبداع لمعز بن شريفية له العلامة الكاملة في نقطة التعادل والعودة للعاصمة بالقاطع والمقطوع. ترجع مرة أخرى إتوال، أداء تحسن كثيرا مع لومار عند قدوم لومار إلى سوسة ديسمبر 2018، خلف للثنائي توفيق زعبوب والبلجيكي باتريك ديويلد. النجم الساحلي كان بعد 11 جولة يحتل الرتبة الرابعة، هذا انذار لجويني، الرتبة الرابعة للنجم 18 نقطة. اليوم الإتوال في المركز الثاني ب 43 في 10 مباريات 25 نقطة، 8 انتصارات تعادل وهزيمة، التتويج بالبطولة العربية، الوصول ومغادرة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نصف النهائي، متأهل لربع نهائي كأس تونس. مشوار مميز مع جنرال لومار، أعاد الهيبة للنجم الرياضي الساحلي على المستوى الكروي وعلى مستوى المنافسة بعد بداية كانت صعبة جدا مع شهاب الليلي وليكانز وزعبوب وباتريك ديويلد. إصابة، سلامات للاعب النجم الرياضي الساحلي، البطاقة الحمراء التي تحصل عليها خليل شمام قبل هذه أبرز كرة في المباراة. ماهر الحناشي تعلق بن شريفية كوليبالي، هي رابع بطاقة حمراء للترجي بعد آدم الرجيبي في الجولة الثانية والجولة الرابعة لفرانكوم سامح الدربالي. الجدل سيكون كبير على ضربة الجزاء غير ممنوحة للإتوال بعد لمس كرة باليد من جانب خليل شمام. دربالي كام الإقصاء أمام السي اس اس. محمود زكريا البنا الحكم المصري في الجولة الرابعة، الرجيبي أسامة رزقلة كان هو الحكم الجولة الثانية أمام المتلوية اليوم، محمد معروف يقصي خليل شمام. ترجع الكرة للنجم في آخر محاولة من مرتضى بن والناس. بن والناس يرفع الكرة الطويلة، عريبي محاولة حزم حاج حسن. معز بن شريفية وحازم الحاج أحسن، متى سيسجل النجم؟ يعني النجم الساحلي يفعل في كل شيء ما عدا التجسيم، ما عدا النجاعة. ماذا سيفعل لومار؟ هل سيدخل للتسجيل بنفسه؟ اليوم حازم الحاج حسن والبقية يعني فشل كبير في البوكس في المنطقة أمام التألق الرهيب لمعز بن شريفية. لكن أسئلة عديدة تطرح على دفاع الترجي قبل الموعد الإفريقي. كرة من أنيس البدري، سامح الدربالي يرفع كرة طويلة تعود لصدام بن عزيزة. بن عزيزة محمد المثناني، مثناني بن عزيزة مرة أخرى يلعب لكريم العواضي على الجبين عصابة. كرة في وسط الميدان، حناشي، حناشي تضرب كرة في بقير، تبقى لتوال. كرة أخرى للحمرة من جرم مثناني، مثناني يرفع الكرة طويلة، عريبي بن شريفية حاضر، بن شريفية جاهز، بن شريفية يقول أنا أتصدى، إذا أنا موجود في آخر الكرات، آخر المحاولات، آخر الهجمات. المثناني في التوزيع والعريبي كان متقدم على آخر ثاني مدافع في الترجي، لكن كرة معز بن شريفية أمام حازم الحاج أحسن الأخيرة. كرة أخرى بإنقاذ أسد الشباك، ترجع مرة أخرى كرة للإتوال، الإتوال حناشي، حناشي ماهر يرفع طويلة، يتدخل شمس الدين الذوادي، كرة مع سامح الدربالي، دربالي كرة في وسط الميدان والتماس أحمر وأصفر. النجم يعني يجب ألا يخجل حتى من نقطة التعادل، لأنه قدم مردود ممتاز، مردود جيد في مباراة اليوم. الترجي إن كتب له أن يعود بنقطة فهي ثمينة وثمينة جدا في الطريق إلى تحقيق لقب البطولة متعادلة. مشاهدينا الكرام، ذهابا وإيابا رايح جاي بنفس النتيجة بصافرة مصرية، صفر مقابل صفر. مشاهدينا هكذا نصل إلى نهاية هذا الوصف والتعليق، إن شاء الله ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة. زميلي العزيز هيكل الشعري لك الكلمة للتحليل في الشوط الثاني
كان كله أحمر وأبيض للنجم الذي ساحلي مع علامة للامتياز والروعة والإبداع لمعز بن شريفية.